مرحبا يا أصدقائي، أنا دلوفان معي من قناة الطرنويس. رجعت لكم فيديو جديد راح نتحدث فيه عن طريق كتابة برنامج على ماكينة سي إن سي. في الفيديو السابق أخذنا فيديو نظريا عن دورة الجي 72 من ماذا يتكون بالتفصيل. اليوم راح نأخذ درس عملي كيفية كتابة البرنامج على الماكينة وتنفيذه عمليا. في هذا الفيديو سوف نقوم بإجراء عملية خراطة وجهية. كما تلاحظون لدينا هذا الشكل، شكل مكون من القطر الكبير هو 85 والقطر الصغير 25. طول الشغلة هي 65. في دورة الجين 72 الخراطة الوجهية نكتب في أول سطر في الدورة آخر نقطة بدنا نصل لعندها. يعني هلأ بدنا نكتب في جي 72 راح نبدأ كتابته من هون. هاي آخر نقطة عندنا راح نكتبها من هون. يا أصدقائي، سوف نقوم الآن بإعطاء أبعاد للشغلة. قلنا القطر الكبير هو 85، القطر هذا هو 85. كما تلاحظون هون عندنا صار هون القطر 85. طول الشغلة، طول الشغلة كان 65. أنا عندي هون ال3 من هون لهون هو طول الشغلة، لكن أنا هون من عند رأس الظرف أو حامل الشغلة يبدأ لهون هي 65. لهيك آخر نقطة بدي أصل راح يصير تصادم بين أداة القطع والظرف أو حامل الشغلة، لهيك يجب علي ترك مسافة أو بعد بين حامل الشغلة، مثبت الشغلة وأداة القطع. أنا هون عندي البرنامج، البرنامج عطيني فقط مسموح لإلي 100 مليمتر طول الشغلة. فشو راح أعمل؟ راح أقوم بإخراج بعض من طول الشغلة من الظرف إلى الخارج. فهون كما تلاحظون عنا L4. L4 هي من هون لهون، هي من هون لهون، ليك هي 35. أنا راح أحاول أخرج لبرا، خل المسافة. هل هون عندي طول الشغلة صار 75، من هون لهون صار 75، يعني أنا هون في عندي زيادة راح يبقى عندي 10 مليمتر، لكن ضمن الظرف المسافة الباقية طول الشغلة ضمن الظرف هي فعليا 25. نذهب إلى أداة القطع، اختيار أداة القطع. سوف نختار أداتين، عنا عمليتين، عنا خراطة وجهية وعنا عملية تنعيم. راح نختار أول أداة، هاي طبعا هاي الراديوس 0.4 هي. نختار أداة أخرى، طبعا هاي كمان 0.4. طبعا في العمليات التنعيم دائما نختار راديوس أقل من 0.2، لأنه أدوات مقفلة عندي سوف أستعمل هذه الأداة، سوف أستعمل هذه الأداة. طبعا هاي الأداة تعمل اتجاه الفوق وتحت وجهة اليسار، يعني فيك تستعمله لثلاث جهات. نذهب إلى البرنامج. يا أصدقائي، وكالعادة قبل كل شيء قلنا نختار اسم البرنامج أو رقم البرنامج. على سبيل المثال هذا البرنامج عندي رقم 3، هون صار قلنا 3 أصفار 3. أول سطر كتبنا اسم البرنامج. راح نحدد الأبعاد، راح تكون متريك أو إنج. متريك راح تكون يعني جي 21. النقطة الثانية، نظام القياس أو نظام الأبعاد في الماكينة، هل هي أبسولوت أو مطلق؟ أبسولوت أو إنكريمنتال؟ راح نستعمل أبسولوت، دائما راح تكون أبعاد منسوبة إلى صفر الشغلة. جي 90. النقطة اللي بعدها راح نقوم هون بإلغاء
تصحيح نصف قطر أداة القطع وهو الجي 40. البعدة التغذية، التغذية هون راح تكون مليمتر على الدورة يعني جي 95. سطر اللي بعده، سطر اللي بعده يا أصدقائي قلنا دائما الصفر تكون هون، راح نقوم بنقل الصفر من هون لهون من خلف الظرف إلى أمام الشغلة عن طريق الجي 54. طبعا الجي 54 يا أصدقائي، الجي 54 بس أنا كتبت الجي 54 خلاص البرنامج بيعرف وين بده يبدأ، لأنه إحداثيات الجي 54 تكون مسجل في سجل الإزاحة مثل ما تشوفوا هون. هون عندنا بالماكينة ليك هون الجي 54، الجي 54 مسجلينها بالماكينة ينفعل. فأنا بس كتبت الجي 54 خلاص الماكينة البرنامج لحاله بيعرف لأي نقطة بدها تروح، لأنه هي مسجلة بسجل إزاحة. السطر اللي بعده أنا راح استعمل على سبيل المثال سرعة مفتوحة، السرعة مرتبطة بقطر أداء بقطر الشغلة، لهيك يجب علي كبح سرعة الدوران بأنه ما يتجاوز الحد اللي أنا بدي أعطيه وهي جي 50. كبح سرعة قلنا نستعمل الأداتين إما جي 50 مع الإس أو جي 90 مع الإس. سرعة الخطأ إنه ما يتجاوز 2000. سطر اللي بعد جي 96، 96 الإس راح تكون 180 اتجاه دوران الظرف ام 03. سطر اللي بعده قلنا لما نقوم باختيار أداة القطع أو تبديل أداة القطع لازم يكون في موقع يتجنب التصادم بين حامل أدوات حامل الأقلام والماكينة أو الظرف أو إلى آخره. لهيك سوف نذهب إلى النقطة المرجعية، قلنا النقطة المرجعية نضعها جي 28 اليو 0 الدبليو 0. طبعا هاي تكون من قبل المبرمج الفاعل في الماكينة. السطر اللي بعده نختار أداة القطع تي 0101 تشغيل سائل التبريد ام 08. طبعا تشغيل سائل التبريد فينا نستعمل نوعين، فينا نستعمل ام 08 تشغيل عادي او فيك تستعمل على شكل الرزاز ام 07. السطر اللي بعده يا اصدقائي كما تلاحظون في هذا الشكل قلنا القطر الكبير هو 85 وطول الشغلة هي 65، معناته أنا بدي بأقصى سرعة رح أروح جي 00 رح أعطيه مسافة أمان 5 ملم، على محور الإكس رح يصير 90، على محور الزد رح تكون 0 0. هلا راح أبدأ بدورة الجي 72. جي 72 أول سطر هو الدبل، الدبل هو مقدار القطع في كل شوط، راح أعطيه 2.5 ملم في كل شوط تقطع. الار هي مستوى الرجوع او السحب او بعد اداة القطع عن الشغلة في اثناء عملية الرجوع. الار راح اعطيه 1 ملم. السطر الثاني من جي 72 عندنا اول واحد بي، البي هو اول بلوك او اول سطر سيتم تنفيذه في جي، اول سطر اول بلوك في جي 72. ما بعرف هل اول سطر شو رقمه. الكيو هو آخر سطر في دورة جي 72 راح أتركه كمان. اليو هو مقدار المتروك العمليات الفينيش على محور الإكس، أنا راح أعطيها 0.2 أي 200 مكرون. الدبليو
الدبليو هي كمان مقدار القطع المتروك لعملية فينش على المحور الزيتي. الدبليو كمان راح اعطيها 200 ميكرون، راح اتركها للعمليات الفينش. عندنا التغذية، التغذية اف 0.25 × 250. هلا هون اول سطر في الجي 72، قلنا نحن دائما ترقم الاسطر، يعني اي سطر يوصلها ليسهل البرنامج يعرف اي سطر بده يقوم بتنفيذه. على سبيل المثال راح نحطها ان 10، هذا السطر ان 10، جي 00، راح اروح حركة سريعة لاخر نقطة على محور الزيد وهو الزيد ناقص زيد ناقص 65. السطر اللي بعده هون راح نستعمل حركة خطية مستقيمة بتغذية من قبل المبرمج، بتغذية محددة يعني، وليس حركة سريعة عن طريق الجي 00. هتكون الجي 01 مثل ما شايفين هون. القطرة الثانية، القطرة الكبير كان عندنا 85، نحن بدنا ننزل على قطر 65، يعني راح نقطع من كل اتجاه 10. معناته على محور الاكس، على محور الاكس راح نوصل عند 65. بعدين نحن وصلنا على 65، راح ندخل طبعا نحن عم نبدا من اخر نقطه في الجي 72 على الشغله، اخر نقطه على الشغله نبدا فيها عم نكتب هلا. على محور الزيت عندنا 20 و15 و20، صار 55، معناته عندنا الزيت ناقص 55. نحن وصلنا عند زيت 55، القطر صار هلا عندنا 45 على محور الزيت، وعلى محور الاكس صار 45، وعلى محور الزيت عندنا 20 و15 صار 35. معناته قلنا إذا كان عندنا القطع على شكل كونيك راح نكتب الكودين بنفس السطر، لهيك راح يتم التنفيذ على شكل كونيك. جي 01 الإكس قلنا 45، الزيت ناقص 35. السطر اللي بعده انا وصلت له مثل ما انتم شايفين هو، وصلت عند النقطة اكس 45 والزيت 35. راح انزل على محور الاكس، عفوا على محور الزيت، راح ادخل اتراجع بقيمة 15، معناته على محور الزيت بقالي 20، زيت ناقص 20، على محور الاكس، على محور الاكس راح انزل عند النقطة او القطر 25، معناته انا وصلت على الاكس 25، بدي أن أرجع لآخر نقطة على محور الزيت وهو صفر، الزيت صفر. هون إحنا وصلنا لآخر نقطة وهذا آخر سطر، لهيك بدنا نحدد آخر سطر في الدور جي 72. أول سطر حددناها 10، على سبيل المثال آخر سطر يكون 100، إن 100 معناته بدي ارجع لهون. البي هو اول سطر هو رقمها 10، الكيو اخر سطر هي رقمها 100. انا هون خلصت الجي 72، هلا بدي اجري عملية تنعيم للشغلة. قلنا نبعد الحامل الاقلام عن الظرف ونقوم بتبديل أداة القطع.
جي 00 حركة سريعة، جي 28، اليو 0، الدبليو 0. نقوم بتبديل أداة القطع، ام 06، تي 0202. هلا رح نبدأ بدورة تنعيم الجي 70. الجي 70 مكون من سطر واحد يا أصدقائي، قلنا هو أول سطر P وآخر سطر سننفذه Q والتغذية F. أنا بس بدي أمر على دورة الجي 72 فقط، آخر سطر بدي نفذه الميتين الميكرون اللي أنا حددتهم على المحورين الـ X والـ Z. معناته الأول سطر رح يكون عندنا كان بدورة الجي 72 كان 10، آخر سطر في دورة الجي 72 كان عندي رقم سطره 100. رح أعطيها تغذية 0.3. نرجع مرة تانية إلى جي 00، جي 28، اليو 0، الدبليو 0، بعدين إيقاف سائل تبريد ام 09، إيقاف الظرف عن الدوران ام 05، إنهاء البرنامج ام 3. هلا راح نشوف سوا نقوم بتشغيل البرنامج. شوف قبل تشغيل البرنامج هون عندنا احداثيات الماكينة او المعلومات، هلا بس نشغل البرنامج راح نشوفه كيف راح يتغير. راح يصل عندنا على المحور الاكس اخر نقطة اخر اصغر قطره هو 25، وراح يرجع يكبر. شايفين عندنا التغذية هي 0.25 مليمتر على الدورة، والقطع هو 179 متر ونص في الدقيقة. طول الشغل الكامل هون عندنا 75. هي في الدورة جي 72 يا أصدقائي دائما نبدأ بآخر نقطة نكتبها في الدورة. أول شيء نبدأ بآخر نقطة اللي راح نوصلها نكتبها في مقدمة. مثل ما تشوفون هنا صغار بين الخط الأخضر والأخضر الثاني هو مقدار القطع في كل شوط وهو 2.5 مليمتر. بين الأخضر والبنفسجي هو مستوى الرجوع وهو 1 مليمتر. مثل ما شايفين ورقنا الرجوع يتم بزاوية قدرها 45 درجة. هلا راه طلع هون الرجوع.
يا صغير انتوا انتبهتوا هنا لشغله؟ قلنا بالجي 96، كل ما كبر القطر خف السرعة، وكل ما صغر القطر زاد السرعة. هلا هون عم يكبر القطر ينقص السرعة، سرعة القطر، لكن لما يتقرب يتصغر القطر يزيد السرعة. طلع هلا رح يصير 180 هون بس يوصل لتحت، 179، لأنه بس يصغر القطر السرعة تكبر، ولما يكبر القطر السرعة تقل. هلا هاي آخر نقطة بدور الجي 72. هلا راح تقوم بتبديل أداة القطع وتنفذ دورة جي 70، راح تزيل 200 ميكرون على المحورين الإكس والزد. هاي دورة التنعيم، ليه عم تزيل هون مثل ما عم تشوفوا هون الزوائد زالت هون. هلا انهت البرنامج، راح نقيس الشغلة وراح نشوف. قلنا الطول، الطول الكامل كان هي 100، من هون لهون 100، قلنا الماكينة عطينا بس الطول 100، من هون لهون كان 20، يعني راح يبقى 80 تقريبا، ليك 80 من هون، من هون 15 و30، 20 و15، 35، بقت 65. راح نشوف الأقطار، أول قطر كان عندنا 25، وهي 25، القطر الثاني كان 45، القطر الثالث كان 65، القطر الأخير كان 85. فهاي كانت دورة جي 72، أجرينا خراطة وجهية وأجرينا دورة تنعيم. إذا عجبك الفيديو ما تنسانا من لايك واشتراك في القناة. كان معكم دلوقتي معي من قناة ترنويس.